شيخ محمد، العمرة في رمضان الفضل فيها هل هو محدد بأول رمضان وسطها وآخره كما يقول العامة؟ العمرة في رمضان ليست محددة بأوله ولا بوسطه ولا بآخره، نعم، بل هي عامة في أول الشهر ووسطه وآخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تادل حجة، ولم يقيدها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سافر الإنسان في رمضان وأدى فيه عمرة كان كمن أدى حجة. وهنا أقف لأنبه بعض الإخوة الذين يذهبون إلى مكة لأداء العمرة، فإن منهم من يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين فيأتي بالعمرة قبل دخول الشهر، فلا ينال الأجر الذي يحصل لمن أتى بالعمرة في رمضان. فلو أخر سفره حتى يكون يوم إحرامه بالعمرة في رمضان فكان أحسن وأولى. كذلك يوجد بعض الناس الذين يأتون في أول الشهر بعمرة، إذا كان في وسط الشهر خرجوا إلى التنعيم فأتوا بعمرة أخرى، وفي آخر الشهر يأخذون أيضا إلى التنعيم فيأتون بعمرة ثالثة، وهذا العمل لا أصل له في الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام في مكة عام فتح 19 يوما ولم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، مع أنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان، ولم يخرج بعد انتهاء القتال إلى التنعيم ليأتي بعمرة، بل أتى بالعمرة حين رجع من غزوة الطائف ونزل الجعرانة وقسم الغنائم هناك. دخل ذات ليلة إلى مكة وأتى بعمرة من الجعرانة ثم خرج من ليلته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل، لأن هذا لو كان من الخير لكان أول الناس به وأولاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا من الأمور المشروعة تبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، وكل ذلك لم يكن، والاتباع وإن قل خير من الابتداع.